نايمين طبعا طبعا طبعا. ماشي ينفع صاحي من بدري جايه. انا اللايفات دي الصبح دي غريبه. يا صباح الخير عليكم، صباح الفل والهنا. شربتوا شاي بلبن ولا لسه؟ والله جيت بدري الشغل، قلت اصبح عليكم وقبل ما احط ميك اب ولا اعمل حاجه لسه، وان شاء الله لو في وقت بعد الميك اب اوريكم برضو اوريكم عملت بعد الميك اب. حاجه خطيره، ما اعرفش اغش من غير ميك اب خالص، ماشي ازاي من غير حبني. صباح الخير. نهى، يا نهى اهلا وسهلا. عارفه الناس كلها نايمه النهارده، مين اللي مصحيكم؟ انتوا بتروحين الشغل ولا اكيد انتوا عندكم شغل صح؟ يا روكا اهلا وسهلا، صباح الفل. فاطمه، مين كان معايا في لايف امبارح؟ عشان لايف امبارح قطع علينا كده من غير ما نتكلم. ادخل. شكرا يا احمد، تسلم ايديك. شكرا شكرا. مين كان معانا؟ صباح النور، صباح الفل محمد. مين كان معانا في لايف امبارح؟ بشاير اهلا وسهلا، صباح الفل عليكي، ماليش غيرك، اهلا وسهلا، صباح الفل. كان بيجيبولي عدة الصوت العدة. يا جيهان صباح الفل، اهلا وسهلا. ايوه صحصحوا معانا كده، صحصحوا صحصحوا، قولوا لي عاملين ايه؟ شفتوا منظري عامل ازاي؟ مالك يا لوز مالك؟ اخلقي نفسك كمان، اخلقي. امي حياتي يا حبيبتي تسلميلي. امينه، مين كان معانا امبارح؟ من 7 قاعده يا حبيبتي، ليه انا عندك شغل ولا بتحبي الصحيان بدري؟ الصحيان بدري جميل صراحه. ام مينا صباح الفل عليكي يا ام محمد، اهلا وسهلا. منورين منورين. عندنا دروس بدري كده 9:30 الصبح قبل المدرسة يعني؟ ماشي ممكن. يا دينا صباح الورد. علا اهلا وسهلا من غزة، تحياتي غزة كلهم. فارس من ليبيا، تحياتي ليبيا كلها. يا اسماء صباح الخير. حمزة اهلا وسهلا، ربنا يخليكم يا رب. النهارده عندنا حلقه مهمه جدا، جميله يعني صراحه، لذيذه قوي، وهي هتبقى مجموعه من البسكوتات للدراسه. يعني هعمل 4 انواع بسكوت ان شاء الله نلحق نعملهم، يعني 4 انواع بسكوت كل نوع بطعم وشكل مختلف بحيث ان الاولاد ما يزهقوش منه. ممكن تعملي نوعين يخلصوا تعملي نوعين تاني بحيث يبقى واخد معاه مثلا في المدرسة او في البيت او موجود يعني نوعين، اللي يحب ياكل ده اللي يحب ياكل ده، وبقى ممكن تعملي نوع حادق ونوع حلو كده، وبعد كده يخلصوا اعملي النوعين التانيين. لان ان شاء الله هعمل 4 انواع من البسكوت، 2 حادق و2 حلو ان شاء الله يعني. تمام، ما هو الاسبوع ده بقى اوعى حد يفوته، يعني ركزوا فيه قوي قوي لان هو مهم جدا وفي حاجات حلوة كتير تنفع اقتصادية طبعا، اول حاجة كمان مفيدة الاول واقتصادية، وتنفع قوي للمدرسة وتنفع للشغل وتنفع للبيت لكل حاجة. يا سما حبيبتي تسلميلي يا رب. ادخل. كرام الشريف ام اشرف تسلم يا رب، تسلم ايديك. شكرا، الله يكرمك، شكرا جدا ليك. فرح للنجاة ان شاء الله. حاضر، الف مبروك، الف مبروك لبنتك على الهوا. الله يخليك عيني. ام اشرف فرح بنته قريب، ده عمل لي الشاي بلبن. انا شفته الا الشاي بلبن، لا 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 انا خطيره في الشاي بلبن، منين ما اروح ورايا. يسعد صباحك يا فهيمه، فهيد فهي فه ايه؟ لا اكتبيها بالعربي عشان مش عارفه اقراها. ايه دي اللغه الروتمات اللي محطينها دي عجب. يا فاطمه صباح الفل، يا نور اهلا وسهلا، ام احمد، يا فارس اهلا وسهلا. هنا مين كان معايا في لايف امبارح؟ قولوا لي عشان انا اللاي الموبايل امور ده قطع عليا في النص كده،
قال لي سخن اول مره اسمع، مش عارفه جه عنده برد ولا ايه، ولا عنده كورونا ولا منيل بينا ده ولا ايه، مش فاهمه. كل مره اقعد اعمل لايف اطول شويه عن النص ساعه يقول لي بتعملي ايه؟ ارجعي. يروح قاطع لوحده. فكنت امبارح بقول لكم طريقه البصاره صح؟ هنعمل اكلات تعالي التركيز وتنشط المخ للطفل 4 سنوات ان شاء الله. هنعمل حاجات كده تقوي التركيز. بصي كل الحاجات اللي احنا بنعملها دي على فكره فيها الحاجات دي ماشي. بس اكلي سمك كتير، اللي عايز يركز اكتر ياكل سمك اكتر. وفي اللي احنا الدواء اللي كنا بناخده واحنا صغيرين برضو من زمان قوي، اللي اسمه اللي هو بتاع السمك ده اوميجا 3 برضو، يعني دي برضو من الصيدليه عادي حلو كل الناس بتاخدها. ومفتومه كان بابا جيبها لنا كده حاجات قد كده كبيره كده، كان في زمان علبه حتى كان فيها البركه. يا منار اهلا وسهلا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. امبارح انا راجعه لكم بدري النهارده قبل ما اعمل ميك اب، عشان عارف بعد الميك اب ما بلحقش، حبه صغيرين قوي كده. فعايزه اقول لكم امبارح كنا بنقول طريقه البصاره. حد كان معانا من امبارح ولا خلي طريقه البصاره دي اطلع لكم بالليل ولا ايه؟ عفريت انا اطلع بالليل. هطلع لكم بالليل. أميرة صباح النور أهلا وسهلا. يا رزان أهلا وسهلا. مين كان معايا في لايف؟ كل دول كانش معايا في لايف امبارح؟ يعني صباحا غير مساء؟ ماشي. طب حد عايز البصارة ولا هأجلها اللايف بالليل؟ متهكر؟ خرابي. لا والله ده على طول بيسخن. طب مين هكره واعمل له ايه بقى؟ اعمل ايه يا هبه؟ طب متهكر ده نعمل له ايه يا ولاد؟ كل عام وانتم من اجل ابنائي حبيبتي. مولد النبي، وهنعمل لكم حاجات حلوه قوي بس بسيطه خالص. السنه دي ما كترتش خالص في حلويات مولد النبي، لا هنعمل حاجات بسيطه كده ولذيذه، مش هغلبكم خالص، وابقى اكلنا البيت حلاوه المولد، لان هي برضو فيها حاجات مغذيه. بالقران. صباحك معطر يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب، تسلمي لي. انا بحب الريحه جدا، بحب الروائح قوي، عشان شنطتي على طول فيها روائح. اسكندريه حاجه ان شاء الله، يعني ان شاء الله حاجه اسكندريه. صباح الفل عليكي يا ليلى، اهلا يا سما. بصوا الريحه دي كنت جايباها من السعوديه، بس فظيعه، فكرتني بالريحه. صباحك معطر دي عجبتني قوي. دي اللي والتانيه بقى اللي جايباها ايه؟ بصوا الريحه التانيه اللي انا وريتها لكم قبل كده، فاكرينها؟ استنوا. راحت فين؟ ده انا اتجلبت ولا ايه؟ ايه؟ شنطتي عايزه اقول لكم بقت كيس الدواء مش بالكيسه، فاكرين زمان؟ كل اللي كانت مسلسل الكبار بس كان زمان كده، هم يمشوا في اي حته يروحوا فيها كيس وفي الدواء بتاعهم. انا شنطتي بقى فيها كيس الدواء دي، لا حول ولا قوه الا بالله. يا رئيسه اللي بتقول لي انت شكلك تعبتي، مش عارفه. السكريه يا ولاد السكريه، فاكرينها؟ لسه كنت هاكل عليها دي، فظيعه برضو دي. برضو ايه هي كده؟ دي بتبقى مفلته شويه، فدي بخليها بقى بتفوح لي كل وقت عشان تشم الريحه. لا بموت في الروايح دي، فظيعه. مش عارفه دي جايبها بقالي كذا سنه، كنت جايبه 2 3 وبعدين ما لقيتهاش تاني. دي كل واحده يعني بعد كده مره ولا 2 ما لقيتهاش، دور عليها. لا يأس حبايبي، ربنا يخليكوا. ام مهدي اهلا وسهلا، ورده وياسمين حبيبتي صباح الفل عليكوا. مين شرب الشاي بلبن؟ ام محمد حبيبتي، نور نور من الله. طريقه البيتزا هتعمليها النهارده؟ بصي طريقه البيتزا هتجيبي، هنعمل واحدة بس ماشي، كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق، ومعلقتين زيت، ومعلقتين لبن بودرة، ومعلقة خميرة واحدة صغيرة مليانة، ورشة ملح ورشة سكر، وعجيني بمية، عجينة طرية، وبعدين
سيبيها. تعالي ياسمينة. صباح الفل. معلش يا حبيبتي. هي الساعه كام؟ انت ايه اللي جايبك بدري النهارده؟ قلت كده جاي كده اصبح عليكي كده ونقعد نرغي في بقيه المسلسل. اه المسلسل بتاع مسلسلات قديمه. انا لايف عشان كنت بوري الناس قبل الميك اب. والله امبارح كنت طالع معاهم لايف وراح قاطع. هاي ياسمين هاني. حبيبتي يما. جهزي نفسك على ما اخلص. اه فايه بقى؟ قلت اطلع اقول لكم البصاره بس شكل كده اللي معايا الصبح غير اللي معايا بالليل. ف بعد ما عملت العجينه سيبيها تخمر وبعدين افرديها بالنشابه. اشتريتي هلاقيتي انهي ريحه؟ السكري ولا الثانيه؟ مش عارفه. تمام؟ هوريكم بعد انا دلوقتي هقوم اعمل ميك اب وهوريكم وانا باخد ايه مع الشاي باللبن برضه حاجه كده من الذكريات. اه انا بتاع الذكريات خالص يعني دلوقتي اصلا هسيبكم وهتفرج على مسلسل اذاعي كان قصه حياه عبد الوهاب. اه هشوفها دلوقتي. شربتي قهوتك؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا نص شاي بلبن على الصبح بعد القهوه بعد كده. شاي بلبن ومعاه كده نوع بسكوت مش عارفه هقول لكم عليه بعد بعد الميك اب. شايفه تشويق تقولي تاني. انا نظام مسلسلات خطيره مش ممكن. يا سما اهلا وسهلا يا رباب صباح الفل. بس كده دي البيتزا دي عجينه البيتزا. بعد كده اعملي الصلصه دي عباره عن كوبايه عصير طماطم فصين ثوم مفرومين معلقه من الزيت رشه زعتر ورشه ملح ورشه فلفل وكلهم يغلوا مع بعض على النار وبعدين تروحي حطها على وش العجينه بعد ما تتفرد وتخمر وحطي اي حشوه انت عايزاها. ترقصي على ربا مش بغ... انا مش بغني. يا سلام يا سلام. وعليها الايه؟ وعليها بعد كده زيتون والجبنه. ماشي بس كده. غادة صباح الفل. غادة طالعه معاكم اهو بعد شويه. غادة جميل اصدقائي على الفيسبوك. غادة جميل بتحييكم وتقولكم برافو عليا بعد شويه صغيرين طالعه على الهوا. ايوه فاضل لها ربع ساعه ان شاء الله. قولوا لي ايه رايكم في الميك اب؟ اه هي عامله غادة جميل الميك اب. تعالي يا غادة صباح على اصدقائك. صباح الخير يا اميره. صباح الفل. اخباركم ايه؟ كويس الناس صاحيه كده بدري. الحمد لله انت صاحيه اصلا. تيجي حته مشوار اكيد بتاخدي بقيه الطريق نوم. من مدينتي للمدينه انت ثلاث ساعات جايه من الساحل الشمالي. ما تيجي ضد الاعلام انت. تعالي يا اميره. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الجمهور يا ماما. صباح الجمهور. صباح الخير. صباح الخير. ضد التصوير يا اميره دي. من بعيد لبعيد. ماشي يا لولا يلا خير. يعني يا غادة بتيجي من مدينتي لغايه هنا بتعمل يعني بتيجي اكيد تروحي نايمه تخلص الميك اب وهي نايمه تفطر وهي نايمه كده بتطلع لكم على الهوا بقى عشان تقدر تفوق. يا صباحكم فل. طيب انا هضطر ان انا اسيبكم عشان اخلص ميك اب وان شاء الله ان شاء الله استنوني بعد اخلص ميك اب بسرعه. حاضر. لما نخلص المسلسل بتاع محمد عبد الوهاب. شفتوا؟ بس بقول لهم. فصباحكم هنا. اللي عايز اي سؤال يكتبه لي عشان بعد ما اخلص ميك اب يعني 10 دقايق كده على طول هتصلق كده ونخلص وبعدين ايه؟ انا ما بتلصقش انت. معلش هي ربع ساعه اخرك 10 دقايق. ماشي. شفتي ربع ساعه اخرك 10 دقايق؟ فصار رهيب. امي انت تامري واحنا ننفذ. ماشي يا حبيبتي تسلمي لي. خلاص يا شباب صباح الفل عليك والهنا من مغرب اهلا وسهلا. هسيبكم دلوقتي و 10 دقايق ربع ساعه كده وسنواصل بعد الميك اب. انا جايه بدري النهارده. يلا باي باي انتظروني.